نشوف متكات العالية الربع، لأنه يتضمن ثروات اقتصادية متنوعة. جيد، تتميز الهضبة الغربية الصحراوية بفقر غطائها النباتي، وذلك بسبب سيادة ظروف الجفاف، الأمر الذي جعلها معرضة لعوامل التعرية الشديدة كالنحت والإرتاب. زين، علل أن تضاريس سطح العراق متنوعة ومختلفة، وذلك لأن سطحه يختلف بين الشمال والجنوب. ليش مختلف؟ لأن هناك تلقى جبل، هنا تلقى متموج، هنا تلقى سهلي. جيد، ويختلف الشرق عن الغرب. جيد، وعلى الرغم من ذلك الاختلاف نجد مساحات واسعة من العراق متشابهة في ترتيب سطحها لا حد بعيد. 5، يقول تعد المنطقة الجبلية أحد مصادر المياه في وطننا العراق. ليش؟ نظرا لتراكم الثلوج على قمم جبالها ووفرة أمطارها التي تتجاوز 1000 ملم سنويا، فضلا عن كونها تضم أهم الروافد المغذية لنهر دجلة. جيد، أوكي. 6، يقول علل صعوبة تصريف في منطقة السهل الرسوبي، وذلك بسبب انبساط معظم أراضيه وقلة انحدارها، والتي لا تتجاوز ارتفاع عند سطح الخليج العربي بنحو 100 متر عند الحدود الجنوبية. يقول تلعب الأهوار والمستنقعات أهمية سياحية وطبيعية. ليش؟ نظرا لجمال طبيعتها، إذا ما توفرت المستلزمات الضرورية لإنجاحها كشبكة طرق وإنشاء دور الاستراحة والفنادق. إن شاء الله بدأوا بهذا الشيء. أوكي، يقول تعد دراسة المناخ والنبات الطبيعي من الموضوعات التي يجب أن تعطى أهمية كبيرة عند دراسة الجغرافيا. نعم، لما لها من تأثير مهم على جميع مظاهر الحياة. أوكي، علل غالبا ما تحدد عوامل المناخ صفة المناخ السائد في المنطقة نظرا لتأثيرها المباشر أو تأثيرها على بقية العوامل الأخرى. يعد الموقع الفلكي جدا مهم ووزاري للعراق العامل الأكثر تأثيرا على المناخ، دير بالي، لأنه المسؤول عن تحديد زاوية سقوط الأشعة، أشعة الشمس طول النهار، أي العدة التي تشرق بها الشمس. أوكي، قايل علل يختلف تأثير عناصر المناخ من حيث الحرارة والأمطار والضغط الجوي والرياح بين أنحاء العراق نظرا لتباين الظروف الطبيعية كالتضاريس والنبات الطبيعي وتأثير المسطحات المائية من أصل إلى آخر. ضعف تأثير المسطحات المائية البحار والمحيطات القريبة من العراق من حدود العراق. أوكي، بسبب بعدها وجود السلاسل الجبلية التي تعترض طريقها. يقول يختلف تأثير عناصر المناخ من حيث الحرارة والأمطار والرياح والضغط الجو بين أنحاء العراق سبب لتباين ظروف طبيعية هناك الجبلية قلناها كالتضاريس والنبات الطبيعي وتأثير المسطحات المائية من فصل إلى آخر. جيد، علل يقول تعد درجة الحرارة من أهم عناصر المناخ لتأثيرها المباشر على عناصر المناخ الأخرى كالضغط الجوي والرياح والأمطار. صفة المناخ السائدة في العراق هو المناخ القاري، بسبب وجود فرق كبير في درجات الحرارة بين الليل والنهار والصيف والشتاء. نعم، تمتاز درجات الحرارة في المنطقة الشمالية من العراق بالاعتدال. أوكي، بسبب ارتفاعها عن مستوى سطح البحر وغزارة الأمطار فيها. يقول يكون المدى الحراري اليومي كبير جدا في العراق أثناء الليل والنهار بسبب الجفاف وقلة سقوط الأمطار. أوكي، تساعد الرياح السطحية الشمالية الغربية التي تهب على العراق في فصل الصيف على تلطيف درجة الحرارة كونها قادمة من مناطق باردة. جيد، تسبب الرياح الجنوبية الغربية التي تهب على العراق في فصل الصيف عواصف ترابية. هنشوف العواصف الترابية منين تجينا. من الجنوب الغرب، يا به الغربية دير بالكم علينا. زين،
لأنها قادمة من شبه الجزيرة العربية. أوكي، يختلف تأثير قلناها. أوكي، عندنا هواي بعد تقريبا عدد قليل مذاكرة هو. أوكي، هاي هنا حتى جيد، ليه هنا نتوقف فيهن. أوكي، يقول تكون الرياح الجنوبية الشرقية لتهب في عن على العراق في فصل الصيف غير مريحة بسبب رطوبتها العالية. يتميز مجرى نهر دجلة بكثر تعرجاته في المنطقة الواقعة بين بغداد والكوت بكثر تعرجاته، وذلك بسبب قلة انحدار الأراضي وبطء جريان ماء النهر. علل، عند مدينة العمارة يتسم مجرى نهر الفرات بقلة مياهه. طبعا ليش يقل؟ بسبب الجداول الصغيرة التي تتفرع من النهر وتصب في أهوار المنطقة. جيد، يقول يبدأ نهر دجلة بالاتساع عن مدينة العزيز في جنوب العراق، وذلك بفعل المياه التي تصب في نهر السويب ومن الجهة اليسرى تغذية بعض المياه إليه من الأهوار. يقول عادة ما يفضل السكان مناطق سهلية. ليش؟ لما تتمتع به من سهولة التنقل والتربة الخصبة وإمكانية القيام بالعملية الزراعية والنشاطات الاقتصادية الأخرى. يعد السهل الرسوبي في العراق من أكثر المناطق التضاريسية سكانا بسبب انبساط أراضيها أو أرضها ووفرة أسباب العيش فيها، ما جعلها تضم بنحو ثلثي السكان في العراق. تجد أن غالبية السكان العراق يتركزون عادة بالقرب من المصادر الماء. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا شلون بالوياهم دولة يا أخي. تمام، شحن، يلا. بسبب المناخ الصحراوي وظروف الجفاف التي تمثل بارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار، كثيرا ما تشجع مراكز المدن الإدارية على جذب السكان لتوفر فرص العمل والنشاطات الاقتصادية والخدمية والتجارية. أوكي، هنا يتناسب عدد السكان مع قدم الاستيطان البشري تناسبا طرديا، وذلك أن كلما كان الاستيطان قديما في المنطقة ازداد تركز الاستيطان وتوزيعهم في تلك المناطق. أن التركيب العمري كان في العراق لسنة 2019 تشير بفتوى عالية قاعدة عريضة للهرم السكاني، وذلك بسبب ارتفاع مستوى الخصوبة في العراق وتحسن وضع الاقتصادي والمعيشي. الربع ما شاء الله زين. علل، لدراسة التركيب النوعي للسكان أهمية كبيرة. السبب، معرفة حجم قوة العامل اليد العاملة ونوعها، معدلات الخصوبة والوفيات واتجاه النمو السكاني والمشكلات الناجمة عن زيادة أحد الجنسين. علل، عادة ما يفضل السكان المناطق السهلية لما تتمتع به من سهولة التنقل والتربة الخصبة وإمكانية القيام بالعمليات الزراعية والنشاطات الاقتصادية الأخرى. يقول السبب، ديرك عليه، قلة سكان الأرياف مقارنة بالسكان الحضر بسبب الهجرة من الريف إلى المدينة. ليش الهجرة تحصل؟ السبب، توفر خدمات في المدن فضلا عن أسباب أخرى منها اقتصادية واجتماعية. أن نسبة السكان في العراق لا تعكس حقيقة كثافة السكان. ليش؟ وذلك لعدم توزيع السكان على الجميع. يعني أنت من تجي تحسب لي، مو تحسب لي بغداد مثل الحلة، تمام، أو تحسب لي إياها مثل الإنبار، أو تحسب لي إياها. ليش؟ لأن هنا أكثر. وذلك لعدم توزيع السكان على جميع أجزاء الوطن العراق على نحو متساوي. نعم، نظرا لوجود المساحات شبه خالية من السكان كما هو الحال في الهضبة الغربية وبادية الجزيرة في القسم الغربي والشمال الغربي من العراق. هنا أيضا عندنا 34، يقول عدم توزيع السكان على جميع أجزاء وطن العراق نحو متساوي، نفس الكلام. يقول عد النخيل أهم المحاصيل الزراعية في العراق. النخيل ليش مهم؟ نظرا لقيمته الغذائية فضلا عن كونه من المحاصيل النقدية التي تسهم في الدخل القومي. يقول لظاهرة المد والجزر ومهم وزاري تأثير سلبي على زراعة النخيل في العراق، ما تسببه من تدني إنتاج النخيل وارتفاع نسبة الأملاح. أوكي، يقول شحة مصادر المياه في نهري دجلة والفرات أحد مشاكل الزراعة في العراق،
بسبب سياسة الدول المجاورة ومتمثلة بإقامة العديد من السدود على نهري دجلة والفرات، الأمر الذي أدى إلى تراجع الواردات المالية عليها. أوكي. يقول علل تطور طرق النقل الجوي في العراق نظرا لما يتمتع به من موقع جغرافي واستراتيجي مهم ومناخ جاف وسماء صافية. يعد العراق مهد الحضارات لأن أرضه تزخر، أو العراق في الجزء فراغ من قارة آسيا وفي فراغ الشرقي من العالم العربي. قارة آسيا منين؟ بالجنوب الغربي والشمال الشرقي من العالم العربي. جيد. يمثل الموقع الفلكي، لاحظ هنا طلابنا الأعزاء، يمثل الموقع الفلكي للعراق بين خطي طول فراغ ودائري عرض فراغ 38 إلى 48 و 29 إلى 37. أوكي جيد. تقدر حدود العراق البرية حوالي فراغ، وتقدر الحدود البحرية حوالي فراغ. طبعا 3992 ألف كيلومتر هذه يا هي البرية، أما البحرية 60 كيلومتر. جيد، عافية عافية ما شاء الله عليكم. جيد. هاي قناة اليوتيوب مو فراغ، هذه هاي خاف يقول لك فراغ إن شاء الله بالمستقبل، وين نجحت لا تنسى هذا الفراغ، قناة اليوتيوب الأستاذ ميثاق قائد. زين، طبعا هذه طلابنا طبعا الكادر يكتبها وجزاهم الله خير، لأن تدرون بي لاحب هذا السؤال شيء. زين، يقول بعد بعد العراق من جهة الشمال فراغ حين يعده أو يحده من جهة يحد العراق، نانا تصحيح، يحد العراق من جهة الشمال فراغ حين يحده من جهة الشرق فراغ والغرب فراغ من الشمال تركيا. انتبه وركز، من الشمال تركيا، من الشرق إيران، من الغرب سوريا والأردن والسعودية. لاحظ من تشرق الشمس إيران، من الغرب من تغرب من يم سوريا والأردن والسعودية، هيك افهمها. زين، أما من الشمال، الشمال مجيء المياه تركيا. جيد. تبلغ نسبة المنطقة المتموجة فراغ من مساحة العراق، هذا يعني من زمان أتذكره، هذا الفراغ جدا مهم، كلش مهم. هذا تعد قمة جبل فراغ من جبال حصاروس أعلى قمة جبلية في وطننا العراق، من هي؟ هلكرد. عافية. ممكن الساد يجيبون هلكرد وممكن يجيبون حصاروس. عافية يا بطل، يعني مو شرط من الشروط، أو يجيبوا لياها تعد قمة جبال هلكرد من جبال، أو يستبدلوا لياها أعلى قمة يقولوا لي، يعني إذا قالوا غير هلكرد أعلى قمة قل له خطأ، خاف يجيبوا لياها صح وخطأ. زين، وإذا جابوا لي هلكرد يعني متوسطة أو أقل الألف أقل له خطأ، لأن راح أساوي ذنيش القمم. نعم، من هضاب المنطقة الجبلية فراغ براحتك بن جوين وبجدر وجوارته، وأيضا تقدر تعرفن بهالطريقة. نفس الحالة تستفاد بالفراغ شنو؟ تعريف من أهم تلال المنطقة المتموجة فراغ، يا هم حمرين ومكحول. أوكي، ومكحول. زين، نجي طبعا الفراغات وين راح تخلصن. نعم، عشرة. يقول تتسم الهضبة الصحراوية الغربية بكونها تضم عدد كبير من الوديان، منها فراغ بمن؟ وادي حوران والأبيض. جيد. يعد فراغ من أوسع الإقليم المناخي من حيث المساحة، يا هو الإقليم الصحراوي. جيد. يتميز مناخ السهوب بكونه مناخا انتقاليا بين مناخ فراغ شمالا وفراغ في الجنوب، يا هو البحر المتوسط والمناخ الصحراوي في الجنوب. تغطي النباتات الصحراوية نحو فراغ من مساحة العراق، وتقسم على نوعين. شقد تغطي؟ 70%. ونوعيتها الحولية، يعني كل حول دور عليها،
والمعمرة المعمرة على طول السنة. جيد. تعد المنخفضات الجوية القادمة من فراغ السبب الرئيسي لتساقط الأمطار في العراق، يهو البحر المتوسط. جيد. تعرف النباتات الحولية بأنها فراغ فصلية تنمو خلال فصل النمو الملائم، يعني كوب الصيف نباتات تنمو وكوب الشتاء نباتات تنمو. جيد. يعد إقليم فراغ أوسع الأقاليم المناخية من حيث المساحة، يهو أوسع صدق الناس صحراوي. جيد. يتمثل إقليم مناخ فراغ ضمن المنطقة الجبلية من أقسام سطح العراق، يهو البحر المتوسط. زين. أيضا قلنا شوف شلون يجي بطريقتين. هنا قلنا يتمثل إقليم مناخ فراغ ضمن المنطقة الجبلية، لكن هنا ايش قال لهنا طلابنا الأعزاء؟ يتميز مناخ السهوب بكونه مناخ انتقاليا من بين مناخ فراغ شمالا، يا هو بحر المتوسط. هنا أنا جايب لي بطريقة ثانية، يتمثل إقليم مناخ فراغ ضمن المنطقة الجبلية، يا هو البحر المتوسط. يعني هنا أنا قايل الجبلية نفسيتها الشمال. جيد. تتميز النباتات التي تنمو على ضفاف الأنهار بكونها فراغ وفراغ كثيفة، راح تكون الأنهار كلها بالمي. زين. ودائمة الخضرة. جيد. 19 يقول تضم الموارد المائية مصادر عدة منها فراغ، مياه سطحية الأنهر ومياه جوفية الآبار، دير بالكم عليها. جيد. تتكون منابع نهر دجلة من منبع فراغ، دير بالك من دجلة منين؟ بطمان صوه، ومنبع شرقي يسمى فراغ بوتان صوه. يتفرع نهر دجلة من ضفته اليمنى عند مدينة الكوت إلى فراغ الغراف والدجيل. جيد. ليش البث ما هو وضعي لايك طلابنا الأعزاء؟ ليش؟ حاول تضع بث أو تضع لايك للبث، تضع بث لللايك؟ أي ضعوا له همين، يصير عادي ترى يصير. أوكي. فالغاية من عدها وصلوا. عافية عافية ما شاء الله، احنا الطلاب قاعد تجاوب واحنا نسأل. عافية والله ما شاء الله عليكم، بارك الله بيكم. زين. الغاية من تضع لايك للبث انه تستمر القناة بعطائها لكم ونحصل ونستفاد انا وانت. طبعا دعاء الطلاب، صدقوني لولا كلماتكم يعني اللي تجيني يوميا ودعائكم وشكركم لله أولا وليس لي، أوكي، ودائما هذا اللي أقوله، ما استمرينا بهاي الطريقة وبهذا التعب وتاركين كل شيء على موتكم. لكن صدقوني دائما أشوف أنه كلامكم وتحفيزكم وهذا، أقول والله خطيئة أتركهم وحدهم، ثقوا بالله. اليوم واليوم أحد الأشخاص اليوم، وممكن هو يسمعني أو ابنه يسمعني، ابنه، لأن ابنه يمي يقول لي تتعب هواي، وحتى ابني قال لي يعني أنه بالمحد ساد ميثاقي محفزنا، ساد ميثاقي ينطينا ويسولف لي يقول أني فصراحة افتخر بيك. بس إيش قال لي؟ تدرون إيش قال لي؟ قال لي لازم تخلي يوم استراحة ويوم تطي. قلت له صديق؟ قال والله. قلت له والله ما أقدر. قال شلون؟ قلت له في يوم من الأيام فكرت نفس التفكير وصار شيء، فمن ذاك اليوم والمشرفين هسه يعرفون هذا الشيء، من ذاك اليوم لهذا اليوم كل شيء هو مجان طلابنا الأعزاء. ما زلنا احنا هاي القناة فتحناها لوجه الله سبحانه وتعالى، وما كان لله ينمو، ما يصير باكر يعني خافي بيها فيديوهات الساد، ما خافي أشياءك اللي تشرحها من كل قلبك على القناة، يعني ما ضام عنا شيء لا بالله أبد، وكل الزين يدرون المشرفين. تمام. فما أعرف يعني أخفى عنكم، وحتى لو أريد أخفي ممكن أشياء أنا ما أحبها، أشياء مثلا يكون بها كلام يعني ما يستوجب أنه ينقال قدام الكل، وإنما هسه مثل هاي جلستنا ومثل هاي قعدتنا مثلا من ساعة جبنا هي طارة هي شغلة منا ومنا فقلناها. فاللي أريد أقوله هذا عملنا هو خالص لله سبحانه وتعالى. يلا عين تعالوا ياي. يتفرع نهر الدجلة من ضفته اليمنى عند مدينة الكوت إلى فراغ الغراف والدجيل. الرافد الوحيد، هاي هنا الرافد الوحيد
جيد. من روافد نهر دجلة التي تقع منابعه داخل العراق هو فراغ يا هو العظيم. جيد، عافية بالأبطال. تتأثر المياه الجوفية، لاحظ، من حيث كمياتها ونوعياتها وتوزيعها بعوامل بمن؟ المناخ والتضاريس. المناخ والتضاريس، جيد. يتفرع نهر الهندية إلى فرعين، هما الهندية المن؟ شط الكوفة وشط الشامية. جيد. من مشاريع السيطرة والخزن المقام على نهر دجلة عدتهن الثرثار والموصل ودربندخان. جيد. يزرع محصول زهرة الشمس في العديد من المحافظات منها بغداد وبابل. تحبون هاي الأسئلتهم؟ أصلاً عاشقينها. احتلت محافظة فراغ في إنتاج الشعير وتلتها فراغ نينوى المرتبة الأولى وتلتها هي محافظة القادسية. جيد. يعود نجاح الزراعة في العراق إلى أسباب عدة، منها فراغ وأمثلتها فراغ توفير الظروف الطبيعية. ليش ناجحة الزراعة بالعراق؟ ظروف طبيعية موجودة جيدة والبشرية الملائمة، ناس تعمل لها، لها ومن أمثلتها التربة، وأمثلتها التربة الملائمة والمناخ الملائم. جيد. هذا تهكر بفضل الله. جيد. نروح، لازم احنا بالعكس نقلبها هيك. لا زين. يقول تتوزع زراعة القمح والشعير في منطقتين هما المنطقة فراغ المطرية الديمية والمنطقة الأروائية، لازم يكون يمهن مي. يتحدد نمو السكان بعوامل عدة منها ولادة فراغ، وفيات والهجرة. أوكي، ولادة وفيات والهجرة عوامل نمو السكان، يعني نمو السكان أما ينمو بالتزايد أو ينمو بمن؟ بالانخفاض. فإذا كولادات فهو في الزيادة، وفيات بالنقصان، الهجرة بالنقصان. جيد. احتلت محافظة نينوى المرتبة الأولى في زراعة القمح، تلتها فراغ يا هي محافظة ديالة. احتلت محافظة النجف فراغ في زراعة الرز المرتبة الأولى يا هي النجف المرتبة الأولى. هناك العديد من الموانئ البحرية التي تطل على شط العرب، منها ميناء أبو فلوس والمعقل. جيد. يتمثل النقل النهري بالعراق بنهريه فراغ وفراغ، دجلة والفرات. كون هاي تجيكم الأسئلة يعني صراحة، أتمناها لكم. من الموانئ البحرية التي تطل على الخليج العربي هي ميناء فراغ، الفاو وخور الزبير وأم قصر. من المطارات العراقية الجوية، طبعا صار عندنا الجديد لازم يحتون، يلا النجف ومطار بغداد ومطار أربيل. فراغ يوجد في المنطقة الصحراوية الغربية في محافظة الأنبار في منطقة عكاشات. شن هو؟ دير بالكم على الفوسفات، هيج نوعية تعتبر ظاهرة للطالب، لكن لأن الطالب ما يركز عليها، لأن الطالب يتركها ما يحفظها، هذا يجي دير بالكم عليه. تتركز صناعة الزجاج في فراغ وصناعة تجميع السيارات في فراغ. طبعا معروفة الزجاج بالأنبار، أما السيارات تلقونها ببابل بالمسير. جيد. يتركز الكبريت في محافظة نينوى وصلاح الدين في المنطقة الممتدة في جنوب الموصل. فراغ في منطقة المشراق الفتحة. يضم وطننا العراق الكثير من المقومات السياحية الأثرية، منها فراغ في محافظة بابل، فراغ في محافظة ذي قار. يقول الأثرية بابل بوابة عشتار، وبالذي قار زقورة أور. جيد. أور تعرف السياحة بأنها حركة السكان لمدة من يوم واحد ولغاية سنة واحدة لأي غرض من الأغراض، مثل فراغ التجارة والعلاج والزيارات الدينية، تعرفونها كل زيارة. نعم أستاذ.
للنظافة العامة فوائد متعددة منها. ورجاءنا احنا ما زال وصلنا لهذا المكان. الله شقد احب احكي وانتم كلكم مثقفين. شوف كانت عندي قبل يعني قبل وما زالت هاي الفكرة. بس اسمع هاي الكلام، هذا الشيء يفيدنا احنا لمجتمعنا والناسنا والوطننا بالله العلي العظيم. النظافة اخوان من تشوف واحد، رجاء انت هسه انا جيت كملت من هاي الورقة قاعد بصف غير مبرد ذمة طلابنا الأعزاء، إذا شمرتها بالقاع من هسه أقول لك لا تشمرها، لا تشققها وتشمرها بالقاع. طالع بشارع لا تشققها، شوف واحد نفس الحالة لا تشمرها، لا تسويهن ذني. بالسيارة لا تفتح الجامة وتشمرها. طلاب صحيح احنا قاعد نشوف عليها ونشوف إعلانات وكذا، وأنا من باب الـ يعني صلاح لهذا المجتمع احنا لازم نبدأ بنظافة. شوف إذا أنت بيتك باب تنظف وجارك وآني وجاري وصديقك وجارة وكذا، إذن البلد أصبح بلد شني نظيف، بلد يستحق العيش أو يليق بينا أن نعيش به. أوكي، فهنا أنا شريد من عندكم كإرشاد أخوي من نشوف واحد هيجي انتقده وانت شيلها بمكانه، انتقده وانت شيلها بمكانه رجاء. هاي يعني الشيء هذا يعني اعتبره من مقومات بلدنا، يحتاج بلدنا هذا الشيء. اوكي تمام زين. يقول النظافة العامة فوائد متعددة منها فراغ وفراغ، تزيد التعاون والمحبة بين الطلبة وتحافظ على الصحة العامة للطلبة. جيد. يقول تقسم حقوق الإنسان من حيث المستفيد منها إلى نوعين من الحقوق، وهي حقوق فردية، حقك الفرد انت ما حد واحد يعتدي عليه، وحقوق جماعية. مثلا انت جيت يعني عندك يعني خلينا نقول هذا القلم خلص وتريد تذبه بالشارع، هذا حق جماعي مو من حقك انت تذبه بالشارع. الشارع هو حق للجمع مو للفرد. زين اليوم انا اليوم العصر طلعت فبالشارع يعني هسه هم اطفال، فبشكل هذي بشكل هاي يعني طابوقة بلوكة، صدقوني الغروب ما شفتها يعني كل زين لان كنت راجع على البق وبعدين طلعت لي قدام فما شفتها، فالسيارة صعدت عليها يعني نزلت شفتها عادي يلا دعامية مو مشكلة. فهذا حقي انا، ليش انت مخلي بيطابوقة هسه بالله ذول اطفال وكذا. فنفس الحالة أنت من تجي تبني وشفت الطابق مالتك موازي الشارع حاول ذني، هذا حق جماعي. فهنا على حقوق الإنسان. أن المواطنة صفة يتميز بها الأفراد الذين يعيشون على أرض دولة ما، وبموجبها يحصلون على العديد من امتيازات التي تضم لهم العيش بحياة كريمة، منها حق التعلم وحق العمل وحق المشاركة في العملية السياسية. جيد. بعدها يتركز الكبريت في محافظة نينوى وصلاح الدين في المنطقة الممتدة من في جنوب الموصل في منطقة المشرق الفتحة. جيد. يضم وطننا العراق الكثير من المقومات، قلناها نعم أدري يلا. يقول تقسم العلاقات الاجتماعية إلى قسمين، هما علاقات فراغية فراغ اجتماعية رسمية وعلاقات اجتماعية غير رسمية. يعني بينك وبينك هسه كله شني فورمال، بينك وبين صديقك انفورمال، رسمي وغير رسمي. جيد. للحوار والتفاهم